وزي كفن تبع الموجة. اليوم في سبيشال جيست فرحان برشا باستقبال غابور اسمه غاتي عاصمة غاتي. مع السلامة اسماعيل. شحوالك؟ والله الحمد لله في فورما. لاباس الحمد لله. قبل كل شيء غاتي اسمك لؤي غوتيلي وعمرك 21 سنة. منزل بورقيبة. من منزل بورقيبة. قبل ما نحكي معك أكثر نحب نبدأ بدي كيسيون جاونا على انستغرام نحب نسألهم لك سؤال. وليني يقول لك اسكو أنت بوكسور على بازا؟ اي كنت كيب ناسيونال في البوكس وقريت لي سبورتيف في المنزل وتوا مازك بعت على البوكس. اي كل حاجه كل حاجه تاخذ وقتها. فما شكون يسالك امنيه حياتك؟ والله برشا هما. اذا كان امنيه سميلي امنيه نوصل اللي في راسي وكا. توصل اللي في راسك. فما شكون يسالك قال لك فما تيتر جديد على قريب الكليب وقتاش مشاهد؟ يعني موني كوكاين وقتاش مشاهد؟ شاء الله 10 أيام أخرين يبدأ بشان الراب. شاء الله 10 أيام أخرين. فما شكون يسألك قالك شناهي حكاية عندك مشكلة مع توتو مع رابر توتو؟ صارت مشكلة قبل لما تاو خاين فما حد شيء. ما فما حتى شيء خاين صحاب. قالوا لك شناهي حكاية الكلاش انتي وتريبي بويز؟ ما صارش كلاش سوء تفاهم هي الحكاية كل يعني فما تشابه في الكليبات ومتستحقش يعني باش نحكيو عليها الحكاية خاطر لازم تقول فماش منها جامد. داكوغ. فما شكون قال لك شكون قدوتك في النجاح توا وشكون تحب توصل كيفو؟ مع الموسيقى زاد محيرة برشا الحكاية. والله فما باد بوني جي بالفن. دونك هذا معناتها بالنسبة لك أنت تويك اللي تحب معناتها هذوما يعني يعجبوني برشا. داكوغ. مش قدوة يعجبوني وكا. شكون أحسن رابر تونسي عندك؟ تونسي ما عنديش. من برا؟ كافو بلازا. باهي. يسألوك زاد سؤال آخر قالوا لك شنيا أحسن بين سامفارا وسامارا شكون تختار؟ كيف يعني باش تختار سامارا؟ أي لازم ولا تقول باس ما يسالش باس أنا باش نصورك باش تقول زوج صحابي معناتها مستحيل إذا كان باش تختار واحد بيناتهم. باهي. يسلموا عليك برشا برشا من الناس وفما بليزيوغ ميساج معناتها بوزيتيف يقولوا لك يعطيك الصحة وبرافو. يعطيهم الصحة نسلم عليهم حتى الناس هذوما الكل. ديديكاس كبير للعباد هذوما. خلينا ندخلوا في الرسمية توا. غاتي الشين يوتيوب نتاعك فيها 35,000 ابوني فيها 5 كليبات نحكيو على مجموعة نتاع 1,900,000 فيو في ظرف 4 شهور. شيفر هذا راضي بيه؟ والله الحمد لله. معناتها اسكو كنت معناتها تستنى الرقم هذا ولا اكثر ولا اقل؟ استني انا هذا كل شيء بلانيفيكاسيون يعني كل شيء بلانيفيكاسيون. شكون معاك في البرود؟ شكون ليكيب الكل؟ ليت ستريت انترتينمنت بالديز اسكندر بن سيد فارس خليفية. دونك فما معناتها فما استراتيجية كاملة حاضرة تستخدم صباح وليل. داكوغ. باهي اكثر اغنيه ضربت اغنيتك الاولى اللي كانت اسمها نصف الليل هبطت نهار 28 مارس 2019 وعامله حتى لليوم 711,000 فيو. شنو الحاجه اللي خلتها تتفوق على لي زوتر كليب ولا شنو الحاجه اللي خلتها هي تخلط النمبر هذا؟ باش تقول لي التايمينغ صحيح؟ شو خم فاهمك موضوع ريت الموسيقى الباهيه رايت تنجح في سيفالي فماش علاش موسيقى باهيه ما استلعبت كيفاش ما استلعبت؟ حاجه سيال على الاخر شنو اللي تم برشا عبيد كيف في تونس الكل وفي دزيف برشا بلايص اخرين. انا ماذا بيك كان سمعني تويك حاجه كان تعطيني في رسالة سيد المخرج حضرنا الاسترو خلينا نحكيو اكثر احساس تويك انت تعطيني انت الاسترو لا اي حاجه في ال... بابا جيستو اصبر على اي سويس موفق بابا جيست اصبر علي مشاكل تو يتفضوا ناويني غوروا علي كليبو من اللي ديني عذو والدين غاليين علينا شكون بخلافهم باش نرضو بابا جيست اصبر علي مشاكل تو يتفضوا ناويني غوروا علي كليبو من اللي ديني عذو والدين غاليين علينا شكون بخلافهم باش نرضو ما تحطش روحك في بلاستي خاطر كل واحد وحظو تعملهم معنا هذاك اش مازال لنبعث ميساج ولا نعمل ابيل انتي اللي دوينتو مش حاطك في البال انتي اللي خمج وعملك بوبيل كمينا وحربشنا وشمينا قتيل عشنا تشردنا في بلاسة بورديل تعملهم معنا هذاك اش مازال هذاك اش مازال هذاك اش مازال تعملهم معنا هذاك اش مازال هذاك اش
دروسك وفات وحكايتك وفات حياتنا اللي بدات وحكايتك نوفات. بي برشا حسيت في موسيقتك هكا فما انسبيراسيون جاي من لاتينو هكا من كوبا لاتينو تلين فرانسيس شوي دونك السورس دانسبيراسيون تاعك ماشي من غاديكا من شيراديكا. باهي شنو هي الحاجه اللي خليتك تكتب وتولي رابور؟ اذا كان اليوم نسالك شنو هي الحاجه اللي خليتك تشد ستيلو وتكتب؟ فماشي ان ايفينمون معين؟ فماشي حكايه عشتها وجعتك واللي تكتب ما نعرفش شو؟ من اللي صغير انا مغروم بالموسيقى دونك في الانتوراج منزل بورقيبه الناس كل يعني حتى ما زكش عنده فكره كبيره عن الموسيقى دونك في منزل بورقيبه اوتوماتيكمون معناتها الموسيقى الانتوراج نتاعك خليك معناتها تتغرم بالراب. واضح. به عندك اغنيه اسمها نقاوم اغنيه فيها فوالا فيها برشا موتيفاسيون قالوا عليك ما يوصلش هكا تقولها انت فما عباد قالت ما يوصلش. علاش قالوا ما يوصلش؟ ما يوصلش يعني مش ما يوصلش ما يوصلش على 10,000 فيو يحكيو مش على 100 و200 مي هاك اليوم عامل قالك ما يعملش يعني وجهي كان عمل 20,000 في نهارين ولا في نهار دونك اليوم انت في الاغنيه طعم في 50,000 في النهار في 100 في نهارين وفي القرمه هذاك 711,000 فيو 711,000 تسمى وصلت انت؟ ما وصلتش للي حاجتي بيها ما فيش طرف نيه قاعد اذا كان مصر. اذا كان نقول لك انا اوبجيكتيف بالنسبه لي كنتي اكور تيرم توي معناتها في هكا الفتره القصيره كيفاش تغزر الجاتي؟ شنو تغزر الجاتي؟ شنو جاتي باش يولي في فتره صغيره ذي؟ نعطيك عام ما نسبقوش الحديث. باهي وحده ما نجمش نعطيك عام اخر شيء خلينا لي بيي سور تير معناتها خلينا ساخنين. باهي تقول زيدا في غنيتك نقاوم نحب نعرف شكون تقاوم لشكون ديستيني الموسيقى هذه؟ نقاوم في الدنيا في الظروف في العباد النيجاتيف في العباد اللي تحط الكراسة في العجلة في العباد اللي تحبكش توصل إذا في العباد اللي تحبك يعني العباد تخزر لك برودويك ماكش عبد شكون اللي يخزر لك الغزرة هي؟ عباد شعلينا ما مستحقوش انه باش نجبدهم جملة اسكو جيس نتحط فوق اسكو قاتي اليوم انت تقول فما ناس معناتها ما خلتكش توصل مش ما خلونيش يعني حطوا لك العصا في العجلة كيف ما قلت انت مش هكيك كده موضوع كبير وما يستحقش يعني مش نحكيه عليه زمن عبيد يعني ربي يهديهم وكا لكن اليوم انت معناتها تسلم عليهم على الاخر وتقول لهم انا هاني لهنا نسلموا عليهم على الاخر. بيه تحكي زيدا حب حب عندك اغنية اسمها نخمم فيك لس قلتها وراها حكاية نخمم فيك اغنية نخمم فيك وراها حكاية قصة وقصة تراك ايذاك بدأ بتفادليك الحكاية فهمت حطينا موزيكا في الاستوديو فايبين هكا تاك 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 جاي كيك الموضوع جاي يحكي على طفل فهمت شنو هي هبت اكستري صغير انا على انستغرام تاك تبارتاجها بالكدير فهمت هيكا وكملنا الموسيقى وصورني حسب التيم يعني شفت يعني حتى في الكليب فما طفلة وفما دار ونص ساعه باش نجي وكذا كادو وعشية وحاجتك هكا ويعني هكا جوها بيه الموسيقى الله اي وجوها بيه اللي تخمم فيها ولا اي ديستيني لشكون معناتها موجهه لشكون؟ فما ما فهميش شوي انت ولد منزل بورقيبه ومعناتها ريناك برشا مرات في تصاور مع سماره وسنفرا وليت حومتك معناتها اسكو يعاونوا فيك شنو هي ساعه نوع خليني نقول موزيكالمون بالموسيقى يسيبورتيو فيك يبارتاجيو لك في غنياتك يحاولوا يعطيوك نصائح يعاونوا بالكلمه الطيبه اهم حاجه مش هيش هام حاجة ما يعاون مدين ليه نورمال فترة تتعد اليوم كان فما ظروف خايبة ولا صعيبة تتعد اليوم خلال تدخل فلوس من الموسيقى متاعك ندخل ولا دخلت يعني تدخل حاليا ولا دخلت بريود صغيرة كدخلت شوي فلوس فما حاكيك في تورينجيت حاجتك باهي برشا قاتي شنو هو جديدك العباد تتسأل على شنو هو جديدك شنو بيش يكون النوفوتي باهي الفريستايل اللي كنت فرسالي فيه تنعضو كان لزمك بفاصل وخير تراك هذاك بابا جي تصبر علي فهمت شنو هذا يابت يعني جماعتين اخرين ماكس 10 ايام حاجة هك بابا اصبر علي ميساج للولد متاعك ميساج للولد وفي يعني العباد الظوما الخايبين اصبر علي على شنو تقولوا بابا جيست اصبر عليا مشاكله طايت فض ناويين يغوروا عليا كليب ومن اللي يديني عض مشاكله طايت فض جيت بريود خاطر خايبة على الاخر صارت لي مشاكل مع الدار وكن اسكو الدار عونوك في اللي تعمل بتبيع. فيه بتبيع عندك الدار اللي كيف نخدم معها اصحابي في منزل بورقيبة الكل سلموا عليهم اول سورس متاع موتيفاسيون كانت الدار من بعد الحومة الدار واصحابي اللي كيف
ليكيب نسلموا عليهم واحد واحد. نقولوا لهم ميرسي بوكو اللي معناتها وراك وواقفين معاك وكل شيء. حاجه مهمه برشا صحيح. قاتي نتمنى لك كل التوفيق، فرحان برشا اللي كنت الانفيتي نتاعي اليوم. ان شاء الله نستنى منك برشا حكايات مزيانه، نستنى منك معناتها باش تسمعنا برشا حكايات مزيانه على قريب. قاتي ميرسي انفينيمون.